تغيير الألفاظ والتلاعب بها، يعني بالأمس كان ثلثا معطلا أصبح اليوم ثلثا ضامنا، وكانت المحاصصة الطائفية المقيتة سموها توافقا، إلى مت يعني إلى أين سيقودنا هذا التلاعب بالألفاظ؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا أوكي. المشاهدين والضيف الكريم. هذا ليس غريب على العملية السياسية، فأطرافها دون استثناء قالوا للغزو تحرير، وقالوا للمحتل منقذ، وهم ذاتهم الذين قالوا الذي قاوم الاحتلال في حينها كان مغايرا للمنطق العام، والآن عادوا الكرة. والآن الذي نحصل في العراق الثلث المعطل، الثلث الضامن، الثلث الكذا، كلها مسميات توظف، والكل يتحدث بالتغيير والإصلاح والتعديل والإنقاذ، ولكن كلهم ساهموا بدمار العراق وما زالوا يدمرون العراق. أنا أناشد الذي يسمى الثلث الضامن، ضامن لمن وعلى أي اتجاه؟ ما هو ترتيبه أساسا؟ مذهبي طائفي، والقوى الأخرى كذلك مذهبية طائفية، فيضمن من إن دخل؟ هل ضمن طائفية؟ ضمن طائفية، وإن خرج؟ ضمن طائفية. إذن المشكلة الكبرى هي دائما في الألفاظ وتسويقها بشكل بآخر، وحقيقة الواعي لا يثق بهم ولا يقتنع بهذه المسميات إلا الذين هم معهم وعلى شاكليتهم والذين يغرر بهم. وهكذا هي ديدا العملية السياسية، تغيير الألفاظ بما يخدم، كما قلت، التوافقية وغير التوافقية، كلها ألفاظ.